السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام سويد، بكمل إن شاء الله فريق نادي العين. الحين وصلت الدرجة الخامسة، صعدتنا في الموسم السابق، الحمد لله حققت نتائج طيبة، 6 انتصارات، تعادلين وخسارتين. صعدت 6 مرات، نزلت مرة واحدة لأن ما كنت مستقر في التشكيلة أو في الخطة، فالحمد لله الحين مع اعتبار الخطة جيدة. هذه تشكيلتي، كنت افكر ادخل اسماعيل احمد او مهند سالم او محمد احمد، بس المشكله ان العب ضد فرق تعتمد على السرعه او عندهم لعيبه سرعه، ف حاط محمد شاكر وسالم عبد الله لاعبين سرعة. تمريرة ذكية، رؤية ممتازة، تنقل بشكل سلس حقيقة. كرة في مكان خطير. لا لا يلعب لك كرة لوب. اوهو شيو تاني، عرضية في منتصف ال 18. مستحيل، هدف على الطاير يسجل الان، حطها في المرمى. قدم عرض مميز، كان ناجح الى حد كبير في هذه المباراة. قدم مردود طيب، نجح في تسجيل هدف. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة بتتخلص بتصدي ممتاز. يا الله، تصويب الآن، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. هذه هي في المرمى، ماشي فايدة، ماشي فايدة. وبعدين حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. يا رب، لابا كوتشو، كرة متاحة للتسجيل. لم يعد التعادل بعيدا، عند الفرصة في هذه اللحظات. كايو يعودون في النتيجة بعد تأخرهم بهدف. لعب دفاع ومرتد، ما زالت الكرة خطيرة. تقدم يأتي. غياب كبير من الدفاع في التغطية، شوف الكرة مع المهاجم الآن. لابا كوجو، ركنية في المنتصف. حلوة، وصل ادواردو. للجماهير صاحبة الأرض، هم بحاجة لهدف واحد، فرصة هدف الآن. يا ربان، في الوقت القاتل من المباراة. لا لابا، متقدم على الخصم، يمنع عبور التصويبة. كرة في المرمى، هنا في مكان خطير. يا رب، من القائم إلى الشباك. الله على الانسجام، شوف التمريرات، شوف النقلات. كرة متاحة للتسجيل. الله الله الله، بكرة بينية ممتازة، فرصة خطيرة هنا. لا يا أخي، بينية مثالية خلف المدافعين، فرصة لإرسال كرة في الشباك. الله، ببطن القدم بعيد، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية، فرصة كبيرة للتسجيل. شيو تاني، نموذجية نموذجية في المرمى. هدف في هذه اللحظات. حلوة المرمى، حلوة، يضع الكرة في الشباك. حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية. فرصة الآن للكرة مرتدة أمام مساحة في هذه اللحظات. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. حلوة جو المرمى، تسويبة على المرمى. حلوة جو المرمى، رومارينيو، تسديدة ممتازة.
التقدم، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي. فريق قدم محمد نور، فريق قدم حمزة دريس، فريق قدم مال أي شيء، والله مال أي شيء. يفكر في الخيارات اللي أمامه. لوكاس بيليا مستحيلة في المرمى، دقائق أولى شباك تتحرك، إثارة كبرى، مباراة تعدهم الكثير. الله على السيناريو. شيو تاني، سالم عبد الله، محمد شاكر. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. صافرة وخطأ، ضاعت ركلة الجزاء، كانت قريبة. كرة بينية خلف المدافعين. أوه مستحيلة هذه الكرة. يتقدم بالكرة، يلعبها للخلف بعد عرض. التقدم يأتي، هدف يدخل إلى المرمى. تدخل في فرصة لوضع الكرة في الشباك. حلو يا لابا، حلو يا لابا، كرة في مكان خطير، فرصة خطيرة هنا. مستحيل، كيف راح يتصرف فيها؟ كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. اوهو، حكم يحتسب ركل جزاء في هذه اللحظات. فرصة محققة للتقدم في النتيجة. مستحيل، شو يسوي ايريك؟ جزاء يحتسب حكم المباراة بدون اي انذار في هذه اللقطة. كيف انا قطعت محمد شو اسمه؟ سالم عبد الله. استغفر الله، شو الموسم الخايس. الله على الحارس، كرة زاوية الى العمق. حلوة يا لابا كوتشو. يمكن أن تنتهي السلبية، الشباك تتحرك. غصب، أوكي. كرة خطيرة على المرمى. لا إيريك، إيريك لا. بندر الحبابي لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. فرصة متاحة. حلوة، حلوة يا لابا، حلوة يا لابا، حلوة. بيمر فيها بشكل ممتاز، بيعدي فيها من المدافع. فرصة للتسجيل. حارس المرمى. كفو خالد عيسى. بصراحة ما نتمنى إصابات ولا تغييرات اضطرارية في هذه المباراة، نتمنى بأن يتمكن من متابعتها. طلع. لا والله. ما حسبولي صح؟ يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يعيدها إلى زميله. بيجرب بيشوت. الله على الفدائية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية. يفكر في الخيارات اللي أمامه. يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. تصويبة لم تدخل. يعكس لنا مدى الشغف الذي تقدمه لنا كرة القدم. الله على هذه اللعبة التي تجعلك تتعلق بفريق بعينهم. لاباكوجو مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. بعد فرصة عن استغلال جيد، فرصة لإرسال كرة في الشباك. جربا، الكرة في المرمى. كبير يا تحرك الشباك حبابي. هجمة مستمرة،
هجمة مرتدة مثالية في كل شيء، خطورة كبيرة يمتلك الفريق في الكرات المرتدة بهذه السرعة. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير. للخلف العرضية الجميلة. الله عليك. هدف الاطمئنان. لا لا يا اخي الدفاع في المرمى، هدف يدق ناقوس الخطر. كرة عرضية عند القائم الثاني. بندر الاحبابي، كرة في وضعية هجومية. تبادل التمريرات امام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. لابا كوجو عند الإمكانية هنا، خالد يخرج من مرمى خطرة. هذه البينية بيلعبك وحاولة هدف التقدم. التقدم يأتي، ضاع الاستحواذ. يا لحيم الله على التمريرة، الكرة في المرمى. اوهو ماذا يفعل الان؟ بيرسل الكره في الخلف. ماذا سيفعل الان؟ فرصه للتقدم. اوهو على هذه الكره، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكره من الدخول، غيرت الكره اتجاهها، خادعت الجميع. فرصه بتضيع. هجوم منظم، تمريره في مكان خطير. يرسل الكرة في الخلف. شوف التمريرات، شوف النقلات، شوف الكرات اللي بين اللاعبين. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا الله كيف راح يتصرف فيها؟ سرعة كبيرة في الهجمة المرتدة، هدف في منتهى الجمال. أي تحرك ونقلات وتمريرات. لا جديد، الله على الكرة على أمام مساحة في هذه اللحظات. مستحيل مستحيل، عمل جيد في قطع الكرة. بينية فيها خطورة عند الفرصة. هدف في الافتتاح يأتي مبكرا. بيلعب الكرة الوسطى 18. تعادل في هذه اللحظات، كرة خطيرة، الهدف تقدم. يا رب المساحة أمامه في هذه اللحظات. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. يا الله هدف آخر يأتي في هذه اللحظات. لابا كوجو، كرة بتضرب الخط الخلفي، بينية تصل خلف المدافعين، والكرة في المرمى. هدف في منتهى الروعة، هدف يؤكد التأهل، يضمن بطاقة الصعود. سلمان الفرج، فرصة والمساحة موجودة. نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. يجب أن يسدد الآن. كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى. تصدي من الحارس، مزرعة الكرة خطيرة. مستحيل. بيعدي فيها، يتقدم فيها. كرة ما زالت خطيرة. الله 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 على الكرة، على التعامل. أكيد المدرب يبحث عن التغيير في الشوط الثاني. فرصة لوضع الكرة في الشباك. أوه يا لعيب يا فنان يا ممتع. سيباستيان جوفينكو، ضغط رائع ينتج من خلال استعادة الكرة سريعا جدا. بندر الاحبابي، كرة تمرر بكل سهولة. كرة جميلة في مكان خطير، يمنع عبور التصويبة. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة.
الكره بشكل جميل. حلو يا لابا، حلو يا لابا، حلو يا لابا، حلو حلو حلو. يحدث كل يوم بقبضه اليد في اللقطه الماضيه، تمريره بدون تركيز تذهب للفريق الاخر، فرصه لوضع الكره في الشباك، هدف جاء بعد مجهود كبير. اي مجهود كبير، منظم، فريق يتحرك ككتله واحده، تكتيك رائع، هدف ياتي ليكلل المجهود بالنسبه للفريق بالنجاح. لوتشيانو فيتو، شوف كيف قراها، كانت فرصه خطيره في اللعبه الماضيه، دقيقتين تفصلنا عن صفره النهايه. الآن الجماهير تقدم كل ما عندها للفريق المستضيف، المباراة اقتربت من النهاية والفريق حتى الآن يتمتع بالأفضلية بالنسبة للفوز في هذا اللقاء. شوف التشجيع، شوف الاحتفال المبكر حتى الآن من هذه الجماهير. الله على قطع الكرة، كان ممكن تشكل خطورة لو عدت. صافرة نهاية المباراة وانطلاق الاحتفالات وفرحة كبيرة مستحقة بعد تحقيق الحلم وضمان الصعود لدرجة أعلى في اليوم الأخير من الموسم. نقطة عن اللغط، نقطة عن اللغط، موسم جيد، هاي البداية هي اللي أثرت.